أكيد كلنا نفسنا إن أولادنا يكون عندهم لغة حلوة، أكيد كلنا نفسنا نسمعهم هما بيقولوا water, later, computer, today, together، وكمان نفسنا نعرفهم الفرق ما بين pin و pen, tin و ten. يا سلام بقى لو سمعته بيقول جملة بالإنجليش كده بيقول please mommy I'm so hungry، أو نفسنا طبعا نسمعه بيقول I don't wanna say that again. انا مصطفى عاطف انجلش ترينر وموجود في المجال ده بقالي اكتر من 7 سنين، درست لاكتر من 25,000 طالب وعديت اكتر من 100 مليون مشاهده على السوشيال ميديا وعندي اكتر من 1,000,000 فولوور على فيسبوك. اكون معاكم في كورس ستور عشان ادرس لكم كورس النطق الامريكي بارت 1 واللي فيها نتعلم كل المقاطع الصوتيه وكل السيلابز اللي محتاجينها عشان ننطق كل الكلمات بشكل صحيح ونكتب اي كلمه في الانجليش مهما كانت.